ما حتخرج ما حتسوي شيء. دقيقة مد بشويش بشويش. لا لا عادي عادي يا اخي خلوه مفتوح عادي جدا عادي جدا. قربي كذا وحط يدك. هو هي ما حبتني نور؟ لا لا عادي جدا. نور كيف حالك؟ طبعا اذا انت ما اعطيتيها ثقه هي كيف تعطيك ثقه؟ انت متردده هي. انا بمسكها ماني قادره. انت قربي بشويش لا تطلي في عينها. كمان هنا ارفعي شويه 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 امسكي هنا ايوه بزياده ايوه كذا خلاص ان شاء الله. كذا احنا تعرفنا عليها. يعطيك العافيه نور كان فرصه سعيده. طيب كيف اول ما تاخذ خيل طيب ايوه اوكي اوكي خلينا نطلع. والله ما خفت ما خفت بس كان تست. طيب اللي احنا سويناه في البدايه هذا الفيرست انكاونتر او السلام مع الخيل عشان نتعرف. تعال هذا اول حاجه اوكي انك ما تكون ما تكوني مصدر خطر عليه. الخيل عنده حاجتين مهمه. الاكل مره مو مهم. اول شيء حياته بعدين اللعب. الاكل ثالث شيء. اي تعال جربي نفس الفكره هذه مع الحصان هذا وشوفي كيف. اوكي طبعا مع اختلاف أوكي. مع اختلاف دماء الخيل طبعا هذه دماء مختلفه. عندنا الدم الحار هذا الدم الدافئ هذا الدم البارد. ايش يعني كذا دماء يعني نوع الخيل او مكان مصدر الخيل من فين ما جاء. طبعا هذه تعتبر بيور انجلش دي ذوات الدم البارد تمام. هذه الثوربريد مكونه بين الخيل العربي ذوات الدم الحار والدم البارد مهجنه بين الاثنين. ايوه تجيك اقل حجما من الانجليش واكبر حجما من العربي. طيب احنا الحين عندنا المهمه الاولى نبدا فيها من الصباح. دائما اي مالك خيل او مربي خيل حيبدا فيها من الصباح اللي هي تنظيف المكان الخيل وتنظيف الخيل نفسه. هذه المهمة الأولى تنظيف المكان والخيل؟ أي ضروري جدا. طيب يلا بسم الله. بسم الله. طبعا حنبدأ ننظف البايكة هذه. نقول بسم الله. ها تفضل. إيش أسوي؟ لميه. ألم إيش؟ لمي الزبالة بس. يا يلا. دقيقة طيب.